السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية على قناة عيادة الأطفال. كل سنة طيبين ورمضان كريم. عاوز أتكلم مع حضراتكم النهاردة عن موضوع مهم، هو تحليل جرثومة المعدة بالنسبة للأطفال. هل التحليل ده هيكون مفيد لطفلك ولا لا؟ الحقيقة التحليل ده غير مفيد نهائي للأطفال. كتير جدا بنلاحظ أن بعض الزملاء بيكتبوا تحليل بتاع جرثومة المعدة لو طفلك بيشتكي من مغص ولا حاجة، ولكن التحليل ده غير مفيد نهائي في تشخيص حالات جرثومة المعدة. تشخيص حالات جرثومة المعدة ده بيتم عن طريق عمل منظار للمعدة، ويمكن ما بنحتاجش ليه عمل منظار للمعدة بالنسبة للأطفال إلا قليل جدا جدا في الحالات اللي هي الأنيميا الشديدة أو حالات وجود قرحة المعدة. إيه هي الأعراض بتاعت جرثومة المعدة عند الأطفال؟ الأعراض بتتمثل في وجود قرحة المعدة أو وجود يعني نزيف في القناة الهضمية أدى، أو قرحة في المعدة أدت إلى حدوث أنيميا شديدة غير معلومة السبب. فمهم جدا نكون عارفين إن تحليل جرثومة المعدة اللي هو بتاع البراز اللي هو الإتش بايلوري في الاستول ليس له دور خالص في تشخيص الحالة. تشخيص الحالة بيتم فقط عن طريق المنظار. بالنسبة لجرثومة المعدة برضو من الحاجات المنتشرة في مصر وكتير من الدول بتنتقل عن طريق اللعاب أو عن طريق الأكل، يعني الأطفال اللي هم بيشاركوا الأدوات بتاعت الأكل، المعالق والكوبايات والكلام ده في نطاق الأسرة أو في المطاعم أو كده تنتقل جرثومة المعدة. جرثومة المعدة ممكن بتعمل مشاكل، يعني ممكن تعمل نزيف، ممكن تعمل قرحة في المعدة، ولكن دي نسبة قليلة جدا 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 اللي ممكن تحصل في الأطفال، أو نادرا ممكن حتى تحصل للأطفال. والنقطة المهمة في الحلقة بتاعت النهاردة واللي بنأكد عليها إن هو تحليل بتاع الإتش بايلوري في الاستول غير مطلوب نهائي، يعني ما تكلفيش نفسك حضرتك وتروحي تعملي تحليل في المعمل عشان تقولي الطفل عنده جرثومة معدة ولا لا. كتير جدا من الأطفال بتشتكي من البطن، عندهم مغص في بطنهم، والأم تروح تعمل تحليل جرثومة المعدة والطفل ياخد علاج بتاع جرثومة المعدة وما يتحسنش كمان. ده دليل على إن الموضوع مش موضوع جرثومة معدة، ده مجموعة كبيرة من الأمراض اللي هي بيسموها وجع البطن الوظيفي، ودي لستة أمراض كتيرة جدا ممكن تسبب المشكلة دي. فيفضل إن احنا نلجأ للدكتور أو حتى دكتور يكون كمان واخد باله من النقطة دي، حد يكون متخصص في الجهاز الهضمي بالنسبة للأطفال. يفضل إن احنا نتابع دايما ونشوف أطفالنا، نشوف المشكلة عندهم إيه. ملخص الموضوع، ما تعمليش خالص تحليل جرثومة المعدة اللي هو موجود في البراز. كمان التحليل بتاع الدم ده ملوش أي دور خالص في التشخيص. تحليل جرثومة المعدة اللي موجود في البراز دور الوحيد بس لمتابعة الحالة بعد ما يتعمل لها منظار. بكده أكون خلصت حلقتنا النهاردة، ويا رب يكون الرسالة بتاعتي وصلت النهاردة من القناة، وهو إن التحليل بتاع جرثومة المعدة ملوش أي لازمة خالص. تحياتي لكم كلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.